درت ديبار، كنت نعست حدا هذيك الكنيسة اللي تما، جمعت لاطون، جمعت حوايجي، و دابا الساعة تقريبا 8:30. عندي هاد الدويدة كاملة، 20 كيلومتر كاملة هاد الدويدة، طيل واحد الفيلاج نسيت السمية ديالو. المهم وصلت تما ونفطر، حيت ما كاينينش هنا الحوان تو سميتو. ديك البوطه اللي كانت عندي اتسالات ليا، داك الغاز ما لقيتوش في لي في العاصمه، ما لقيتوش، كنقلب عليه شحال وانا كنقلب عليه والو ما لقيتوش الصراحه، وداك الشيء علاش ما بقيتش كنصوب فطور. البارح بالليل عرفتي واحد البرد كان تما، راه ما يمكنش في الصباح تيكون البرد، دابا شويه البرد نقص، مع ديك 5 الصباح 4 الصباح كيكون واحد البرد. معنا عندي ساكوشاج فيه 6 درجات ومع ذلك كنحس بالبرد، لان الارتفاع 1100 متر. دابا راه كنزل شويه بشويه حتى وصل بحيره مالاوي، تما ارتفاع 500 متر تقريبا. كاين واحد الواد هنايا كنت نسمعو بالليل، واحد الواد هنايا هو اللي بين هاد الجبل هذا وهذا. انتيا يو يو بالفريم، ما لقيتش كيفاش نصور ملي كنهود، كنشد الفريم بجوج يدين، عطي الريحه ديال الفريم كنشمها، الريحه ديال سميتها ديال دوك الباتانات تحفاو، الريحه ديالهم كنشمها. المهم غادي راه باقا طوال طويله، سير حتى نوصل شي 16 كيلومتر كامله مهوده. اركون زدت شويه، مازال ما غاديش نلقى بلاصه فين الناس جاب الله، قلبت الماب وشفت شي فيلاجات صغار تما، وانا مشيت لديك الكنيسه سولت داك السيد، كنت زدت شويه ما غاديش نلقى فين ما غاديش نلقى فين الناس، حيت الطريق كامل ربيع بحال هكا، و جاب الله قلبت الماب، ما كنت الناس فاك خصك تحفر عادي. عندي انا ماشي مشكل، غير بالليل ما غاديش تلقى، مازال ما غاديش تلقى كيفاش تبقي البلاصه، ما غاديش يبان لك والو، ما عنديش داك الموس باش كي باش كيقطعوا الربيع. نشوف شي بلاصه نفطر فيها، دابا الساعه تقريبا 10:30، ضربت ساعتين ديال الطريق اعتقد، نسيت كاع متى بديت، ساعتين ضربت 31 كيلومتر. اليوم راكم عارفين التويدة طبيعي انك تضرب. نشوف شي لعبه نفطر فيها. الفطور ديال اليوم الخوت، عندنا الروز، اللحم، واللوبيا، واحد الفريت بارد، وما سخون الحال، ما سخونش الحال بزاف، ولكن اون فوا توقف في شي بلاصه حراره، ولكن تمشى بيكالا الجو صافي ما بيش. المهم جينا ناخذ الخبز، هذا داير 13 درهم. عندنا شي لعبة هنا، نقلب على واحد العصير ديال الكوفا. كوفا جوس يو دونت هاف نشري الخوت البيض نحتاجو برو ماتش غاز 200 كمية فوق فوق يس فوق
عطيت لها الدرية هادي تعمر ليا الماء. زي كومو مرات لي الماء الخوت هنا. يا هلا. الماء هنايا في مالاوي زوين نقي يعني ما فيش ما ملحش ماشي بحال ديال موزمبيق. واو يا يا ديال موزمبيق الله الله شربتي هنا شويه هنا كيجي من الجبال نقي عرفتي هنا في افريقيا تمرض بالمالاريا ما تمرضش بالكوليرا عرفتي الاعراض ديال الكوليرا راه الموت كتشوف الموت مالاريا شويه يعني يقدر الدواء ما تبان فيك حتى 15 يوم و غادي تشرب الدواء ديالها وممكن تشافى خصها تحرك ولكن الكوليرا راه موت الموت الموت كتشوف الموت الخوت كتجيك واحد الاسهال كتقيا كتمرض الراس ديالك صافي تشوف ما بقيتيش كتشوف مازال ما تشوفش مازال قدامك كطيح كاو الا ما عالجتيهاش في البلاصه صافي الموت راه بجوج مقصح حتى الملاريا قاصحه المهم دائما خصك دير الاحتياطات ولكن افريقيا واخا دير الاحتياطات والو داكشي يقدر يجيك انت ويجي وما يجيش شي واحد اخر حداك ماتش كيتجي واش كيتجي هاو ماتش 25 واه هاو ميني كيتجي كيتجي مودان صار فو صار فو كيتجي وان فو صار فو كيتجي فول انا كاين 34 كيلو الخوت ب 25 دولار تقريبا سو يو بوت ات لايك ذيس هاو ميني دايز How many days are 2 days? 2 days only? Yeah, 2 days. Then you go to... Make rice. Yeah. Okay, so all Malawi, they make like this? Yes. اللي عمرو ما شاف الرز كيداير قبلها هو هو الرز كيطحنوا وكيخرجوا منه الرز هذا الخنشة دايره 25 دولار فيها 34-35 كيلو تقريبا 7 درهم 8 درهم الكيلو اسحب ليا قمح في الاول اسحب ليا قمح اصلا مالاو ما عندهمش القمح عندهم الطرا بزاف ندير بيكالا الخوت كدير صداع بزاف عرفتي شحال هادي ما ديتها عند شي سيكليس
لا غير نشري لها شي لعيبات جداد ولي شحال راه من بوتسوانا ما عمرها شفت شي سيكليست. دابا راه ضربت بها بوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق ودف بالاوي كتغوت دابا كتغوت اوصل شي بلاصون قد ان شاء الله نرفو. هنا في مالاوي الخوت قليل بعد انا بعدا عمرني شفت شي واحد كي سكران ولا شارب قليل هنا فين كيشربوا بالمقارنه مع دول غرب افريقيا والجنوب خصوصا ناميبيا كيشربوا الشراب وقازح ودوك ديال الغرب كيشربوا الشراب ديال داك فان بالم هذاك الابيض كيشربوا بزاف كيمشي ليك حتى 5 لتر في النهار ما عنديش مشكل هو يشرب 5 لتر 4 لتر كيسكروا بزاف هنا لا قليل واخلا التاثير المسلمين حيت كاين واحد النسبه ديال المسلمين هنا تقريبا 25% حتى 30% 25% كاع نقول هنا 25% مسلمين التاثير ديالهم ملاحظ في كل فيلاج كتلقى جامع حتى من الرئيس في نهار صلاه العيد راه واخا مسيحي مشى صلى معاهم الرئيس ديال الدوله مشى صلى معاهم فكان واحد التاثير ديال الاسلام هنا في مالاوي بزاف. وصلت لواحد البلاصه سميتها تشيبوكا غادي ندور على اليمين ديالي حيت هذاك هو هذيك هي البلاصه فين ندوز هذه الليله هذه حدا البحيره بالضبط وغنمشي غنشوف شي بلاصه تما نعس فيها ان شاء الله. دابا باقى الوقت المغرب ولكن غادي غير نرتاح واخيرا وصلت اول بحيره ديالي في افريقيا اول بحيره نشوفها في افريقيا هذه بحيره ديال مالاوي سميتها بحيره مالاوي اصلا عليها تسمات البلاد مالاوي وهي ثالث اكبر بحيره في افريقيا كان على الحدود ديال موزمبيق شفتو دوك الجبال راه هذيك موزمبيق دايره بكاع مالاوي من الجنوب ومن الشرق والغرب تنزانيا من الشمال اليوم اخوي هنا نتهوى شويه هنا اخوي هنايا ما كاينينش الصيادة هذا هو مصدر الرزق ديال بزاف ديال الناس هنايا في مالاوي حيت البحيرة على طول الدولة كاملة هاد الطريق اللي غادي انا اصلا فيها كاملة على البحيرة ولكن اليوم خاوية ما كاينينش الصيادة عنده واحد البو صغير هو اللي كيمشي من هنا من موزمبيق وكاين واحد جوج صغار ديال تابعين مالاوي ولكن في وسط البحر جوج تما كاينين فيهم الناس ساكنين فيهم ولكن هاد البو هذا كيدي السلعة لموزمبيق ولا كيجي تعمل فيها واش كيدير المحل هنا عرفت واش نبات هنايا ولا نمشي نمشي ندخل واحد شويه قدام البحيره الا كانت الرمله تما عزيز عليا نطونطي حدا البحر نمشي نشوف تما الا لقيت بلاصه زوينه نطونطي تما الا ما لقيتش نرجع هنا ونبات غير هنا. جاست هي يا وير ار جوين يو ليف هير يس وات از ذات No, for what? Yes. This? Just, yeah, you just hold it. This is firewood. Firewood. Okay. Yes. So you live here? Yes, we live here. On this side. Okay. That's good. Nice to meet you. What? What's happening here? We have rain. Huh? What's going on here? I have a little bit of rain. Yeah. مشكلة
Hi, Chambula. What is your name? My friend. Sadzwamne. Sadzwamne. Qual è ton nome? Ton nome? La Filipina. Ah? Não fala português, não fala inglês? Ah? Nada. Ok. Bye bye. No. Yeah, see you. هذه هي الطريق الوحيده اللي كدير البحيره ولكن عامره بالماء. وهاد البلاصه هادي شاده واحد الكيستاوس هنايا جوج هما جوج كيستاوسات شادين سميتو شادين الرمله رمله الدواء ما خلا والو باليت ما ولكن صعيب الدوز هنا فهمتي. لذلك نرجع للبلاصه فين كنت ديجا تما فين غنبات تما فين غنحط لاطونت غنسول تما شي واحد سيكوريتي ولا شي لعيبه باش ما يجيش شي واحد بالليل ويبرصني نشوف الا لقيتو تما الا ما لقيتوش راه نحط لاطونت. المهم كنعطيها الارقام الرقم ديال التعبئه وهي كتصيفط لي الرصيد اللي بغيت قلت لها دبل 8 ويت ويت ام ويتين Double 8 yes. 0 Double 4 15 Double 0 تبيع 3 جيجا ب 10 درهم الخوط داكشي رخيص. دخلت لذاك الكراج اللي ديجا قلت لكم داك الديبو هو هذا هي البحيره هنايا دخلت هاد الديبو هذا ودرت لاطونت هنايا هما السيكان بيكول هنايا هو الصك باقي عندي هاد قصب السكر نسمع شي صداع ولا شي حاجة اون فوا نسمع شي صداع نجري نهزو نعطي لشي واحد للراس نعطي نيشان للراس نيشان ما عقلش هادي غادي يكون شي بلاصة في جنوب افريقيا وتفرج لاطونت هكا والله يتجيو ليك بالله يديوك انت والسيكان لكن مالاوي الناس دراوش فهمتي كان اللي يهضر معاك. هنا فين دوزت الليله ديال البارح في الديبو هذا جمعت بيك على وفطرت كنت باغي ندخل مع شي مول في لوكال الداخل نشوفو كيفاش كيصيدو المسائل ولكن تعطلت ما فقتش بكري دابا الساعة تقريبا 9:30 غنمشي نشد ديبار لواحد المدينة سميتها سليمة كمان تلاقا مع واحد السيد نعيط عليه قال لي إلا وصلتي سليمة نعيط عليه ما بعيداش بزاف تقريبا شي 40 كيلومتر غنوصل عام هاديك الوحدة الوحدة ونص كانت ما بحيرة أرى بحيرة السيدة هادي كتصبن أغلبية كيصبنوها في الويدان ولا بحيرة الدراري من البارح هما تابعيني النهار تلاقيتهم البارح